بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله بنات بنكمل الحكي في الديكريز أند كونكر ألغوريثمز. كنا غطينا الديكريز باي كونستانت والديكريز باي كونستانت فاكتور، واليوم إن شاء الله بنطلع على بعض الأمثلة اللي بتصنف علينا ديكريز، بعض الأمثلة للبروبلمز اللي بتصنف علينا فاريبل سايز ديكريز، يعني الانبوت سايز بيتقلص ديكريز يعني، ولكن مش بمعدل ثابت او بكميه ثابته، انما في تباين في. واحنا شفنا مثال على ذلك اللي هو الجي سي دي، حنطلع عليه نعيد نراجع مره اخرى ونشوف امثله اخرى. حنطلع على الاوكليدز الجوريثم فور جريتست كومن ديفايزر الجي سي دي، وبعدك حنطلع على السلكشن بروبلم وطريقه حلها بالبارتيشن بيزد الجوريثم، بارتيشن بيزد الجوريثم، وبعدك حنشوف الانتربوليشن سيرش والباينري سيرش تري. البحث في الباينري سيرش تري ممكن يعتبر على انه ايضا فاريبل سايز ديكريز. وفي الاخر ما اعتقدش حيضل معنا وقت للنيم لايك جيمز، بس حناخد فيها هوم ورك ويعني تسووها انتو بنفسكم. اوكي، بالنسبه للجي سي دي الجريتست كومن ديفايزر، اذكركم انه لما يكون في عندي انا مساله زي هيك بدنا نحسب الجي سي دي لرقمين 80 و44 اللي هو الجريتست كومن ديفايزر. فاوكليدز الجوريثم بتقول او اوكليدز ثيرم بتقول انه انا اذا هذا ام وهذا ان بقدر اقلص البروبلم بارقام اقل، بجيب ال 44 اللي هو ان وبحط مقابله اللي هو ام مود ان، ام الاصليه مود ان الاصليه 80 مود 44 80 على 44 1 وبضل 36. اوكي، لان اوكليدز الثيرم بتقول انه هذا يساوي هذا، يعني الكومن جريتست الجريتست كومن ديفايزر ما بين هذول الرقمين هو نفسه الجريتست كومن ديفايزر ما بين هذول الرقمين، وبالتالي انا بنكرر الامر هذا، بنجيب 36 و بناخذ المود اللي هو ال 12، وايضا بنكرر الامر 12 مع 0. 36 مود 12 3 وبضل 0، ف 0 هي المود تمام، ويساوي اي رقم مع 0 الجريتست كومن ديفايزر هو نفس الرقم تمام. الان وين الفاريبل ديكريز او الفاريبل ديكريز المتفاوته في الحجم؟ انه احنا طبعا الان هو المعيار الاساسي لحجم البروبلم، صح؟ يعني بغض النظر عن الام، الان لانه انا باخذ الان وباقلصه شوي شوي لحديت ما الان يصل للزيرو. التقلصات هذه في الاول تقلص من 44 الى 36، ال 36 بالنسبه ل 44 لا هي نص ولا هي تول، هي عمليه اكبر من النص، صح؟ ال 36 تقلصت بعد كده 12، 12 ثلث ال 36، فهنا اقل من النص التقلص، وهنا التقلص ثلثين، وهنا 12، واخد بالك؟ فالتقلصات هذه متباينه، فعشان كده بنقول عنها variable size decrease. اوكي، وهذا المثال يفترض انه يعني يقرب بشكل كبير المفهوم الفاريبل سايز ديكريز. اوكي، الان المثال الثاني اللي هو سيلكشن بروبلم. سيلكشن بروبلم ايش المطلوب في السيلكشن؟ خليكم معايا وركزوا يا بنات، انه انا بكون في عندي ليستا وبدي اختار منها رقم. الرقم هذا غالبا ما احنا يعني اكثر الحاله الاكثر شيوعا للسيلكشن بروبلم انه احنا عندنا ليستا وبدنا الميديان، الرقم اللي بدنا نختاره هو الميديان. شو هو الميديان؟ الميديان مش المين، المين اللي هو الافريج، الافريج يعني مجموع الارقام على عددهم. الميديان لا، الميديان انه ترتيبه الوسط ما بينهم. الوسط يعني ايش؟ لازم نرتبهم وبعدين ناخذ العنصر اللي في النص. فالميديان الميديان هو بالضبط اللي هو ان على 2 سيلينج، يعني مثلا هدول عددهم قديش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 على 2 4.5 تمام؟ السيلينج تبع ال 4.5 اللي هي نيكست انتجر اكبر من هذا القيمه اللي هي 5 تمام؟ فهنا كي بتساوي 5. لما اقول انا بدي سيلكت العنصر كي بيساوي 5،
يعني بدي مين بعد ما نرتبهم، بعد ما نرتبهم حنصيروا كيف؟ واحد، بعدين حتيجي الاثنين، بعدين الأربعة، بعدين السبعة، بعدين الثمانية، بعدين التسعة والعشرة، 12 15. مين خمسة؟ واحد اثنين ثلاثة، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا العنصر. تمام، الخمسة هنا ترتيب العنصر ما بين العناصر، ما تلخبطيش هذا الأمر ما بين ما بينه وما بين الاندكس تبعه إذا احنا حطيناه في الري. يعني نعم، لا طلع كيف، لا الميديان هو الرقم، بس انا بقول هو الرقم اللي ترتيبه خمسة. خمسة هنا ايش هي؟ هي عبارة عن النص الوسط، يعني اللي هي ان على اثنين سيلينج. تمام، فانا لما بقول لك سيلكت من هذه الليستة العنصر كي بيساوي خمسة، يعني سيلكت الميديان. لو قلت لك سيلكت من هذه الليستة العنصر كي بيساوي واحد، يعني اعطيني السمولست. لو قلت لك اعطيني كي بيساوي ان، يعني اعطيني اللارجست. مزبوط، لو قلت لك اعطيني كي بيساوي 3، يعني ثالث اصغر عنصر، ثالث اصغر عنصر. هذا اول اصغر، هذا ثاني اصغر، هذا ثالث اصغر، صح؟ هاي مفهوم السلكشن بروبلم، انه عندي مجموعه ارقام، مجموعه اوكي، بدي اختار منهم الوسيط او الاكبر او الاصغر او ثالث اكبر او ثالث اصغر، زي هيك. اوكي، هذا الامر الاختيار هذا يشتمل ضمنا اللي هو الترتيب، عشان انا اطلع لك الرانك. هي برضه سيلكشن بروبلم احيانا بنسميها الرانك بروبلم، الرانك الرتبه يعني. عشان انا اجيب لك الحل بدي ارتبهم في الاول، لان عمليه الترتيب هذه مكلفه. على الري زي هيك قديش هدول؟ قلنا عددهم تسعة، تسعة ممكن مش قضية كبيرة، ولكن على أكبر من هيك، أو نفترض إنه إحنا بدنا نعمل عملية الترتيب، نطلع الميديان هذا 1000 مرة. يعني كيف 1000 مرة؟ نفترض إنه في عنا إحنا صورة، صورة مش الصورة مجموعة بيكسلز، صح؟ في فلتر اسمه الميديان فلتر، الميديان فلتر اسمه ميديان فلتر على اسم الميديان. الفلتر هذا ايش بيسوي؟ بيبقى في عندي مثلا نويز، بيبقى في عندي نويز على الصوره، والنويز هذه في انواع من النويز، في النويز اللي هي الوايت نويز والبلاك نويز. الوايت بيسموها سولت نويز، سولت يعني ملح، والبلاك بيسموها بيبر، واحيانا تبقى النويز خليط من الوايت والهذا فبيسموها بلاك اند شو اسمه بيبر اند سولت، بيبر اند سولت نويز. المهم هذا النوع من النويز اللي بيبقى فيه عندي النويز اما زيرو او اما ابيض او اسود، ابيض بمعنى 255 واسود بمعنى اوكي، هذا ممكن ازالته ب او تخفيفه بالميديان فلتر. الميديان فلتر ايش بيسوي؟ بيجي على كل بيكسل في الايمج، وايش بيسوي؟ بيقف على البيكسل وبياخذ اللي النيبرز تبعهم، الثمانيه اللي حواليها، هي والثمانيه، هي تسعه، زي قصتنا هنا، تسع عناصر. عشان اطلع الميديان ما بين هدول بدي ارتبهم التسعه واخذ الوسيط. ايش باخذ؟ ايش بسوي فيه؟ بحطه بدل البكسل اللي انا واقف عليها، انا واقف على هذه مثلا قولي 193 وحواليها كمان 8، فهي وياهم بترتبوا، واللي بيجي بتصدف انه هو الوسيط بنشيل 193 بنحطه بدالها. هذا ايش فائدته؟ فائدته الكلام هذا ايش فائدته؟ انه لو هذه البكسل هي نويز زيرو او 255 حتروح، حكون تخلصت منها وحطيت بدلها ايش؟ بيكسل من مين؟ من جيرانها. بيكسل من جيرانها ارحم منها ولا لا؟ يعني لو بيكون حسنت الصوره، بدل ما كان هالنقط البيضاء او السوداء مشوهاتها، اجى راحت البيضاء او السوداء بس ما رجعتش الاصليه، انا ما بعرفش ايش الاصليه كان، بس اجت بدالها واحده من جيرانها اللي هم اقرب عدد الاصل، صح ولا لا؟ فبكون انا تخلصت من الايش؟ من الوايت اند بلاك نويز. هذا الامر عشان انا اعمله بدي اعمله على كل بيكسل في الصوره، بدي اقف على كل بيكسل اخذ الثمانيه اللي حواليها ومعاها هي تسعه، احسب الميديان واكرر الكلام على كل بيكسل في الصوره. لو انا عندي صوره قولي مثلا 420 في 480 في 320، اضرب العدد، هاي عدد ليش؟ هاي البروبلم سايز تبعتك. البروبلم سايز مش 9،
تسعة ضرب هذا الكلام، تسعة ضرب هذا الكلام، هذا مهول. فأنا لو بدي أعمل سورتينج في كل عند كل بيكسل الافيشنسي بتبقى. فبدنا طريقة ما تعملش سورتينج، تتجنب وتتجاوز السورتينج. بنعالجها ممكن ممكن نعملها نوع من المعالجة، أو نهملهم تماما، اللي هو البوردر بنسميه البوردر بيكسلز، هذول ممكن نهملهم تماما، ناخذ بس من عند اللي هو السطر الثاني والعمود الثاني. اوكي، فالان اذا في طريقه انه احنا نطلع الميديان هذا بدون ترتيب بيبقى احسن، او يعني بشكل اللي الكومبلكسيتي تبعته او التايم افشنسي تبعه اقل من الترتيب بيبقى ممتاز. وفعلا في عنا اللي هو في عنا طريقه لذلك. الطريقه هذه بتعتمد على البارتيشننج، اسمها بارتيشن بيزد الجوريثم. بارتيشن بيزد الجوريثم بتعتمد على انه انا الليست الاصليه اللي عندي اخذ العنصر الاولاني بغض النظر ايش حيطلع معي مين هو، اخذه واعتبره كبيفوت. بيفوت يعني ايش؟ يعني مفصل او محور، واقسم الليستة الى قسمين، يبقى هو جاي البيفوت هذا، قبله اللي اصغر منه وبعده اللي اكبر منه. يعني هذا الان لو بدي اعملها بارتيشنينج على اساس الاربعة هي البيفوت، ايش بده يطلع؟ بيجي الواحد وبدي يجي الاثنين، وبعدين ايش في كمان اصغر من الاربعة؟ فيش شيء. تيجي الاربعة، بعدين الباقيين من عند ايش؟ السبعة، الثمانية، التسعة، العشرة، الاثناش الى الخمستاش. انا الان عملت بارتيشنينج، تجزئة، تقسيم لهذه الليست الاصلية، بحيث انه العنصر الاولاني اجا بيفوت ما بين تو بارتيشنز. بارتيشن الاولاني هم العناصر اللي الاقل منه، والبارتيشن الثاني هم العناصر اللي اكبر منه. ايش حستفيد من هذا الكلام؟ حستفيد من هذا الكلام انه اوكي انا بدي كي بتساوي 5. اوكي، باجي بطلع على العنصر هذا ايش ترتيبه في الليستة في الاري؟ 2. كويس، زيرو هذا في الاري، واحد في اثنين. الان اثنين هذا بدنا نسميه اس، يعني البوينتر اللي يشير الى البيفوت، المفصل ما بين التو بارتيشنز. اس بتساوي قديش؟ اثنين. اذا اس بيساوي كي ناقص واحد، كي ناقص واحد يعني ايش؟ معناته هذا العنصر اللي مشار اليه باس هو العنصر اللي انا بدي اياه، صح ولا لا؟ اذا البيفوت هذا اجى ترتيبه نفس ترتيب اللي انا بدي اياه ناقص واحد، يبقى هو نفس هذا العنصر هو العنصر اللي انا بدور عليه، هو الميديان. خلينا اوضح لكم اياها بشكل اخر. بدنا نفترض انه الحين انا في الليستة هذه مين الميديان حقا؟ اللي هو الثمانية ولا لا؟ هي لما رتبناهم احنا هنا لو رتبناهم كيف حيطلع؟ الواحد، بعدين الاثنين، بعدين الاربعة، بعدين السبعة، بعدين الثمانية، مزبوط، بعدين التسعة، العشرة، اتناش، هدول هيك مرتبين. ففعلا الثمانية هي ايش؟ الميديان. قبلها اربع عناصر وبعدها اربع عناصر، هدول اكبر منها وهدول اصغر منها، صح؟ طيب الان انا بدي افترض فرضا انه صدفت انه الثمانيه كان جاي هو اول عنصر لما احنا اخذنا الليست في البروبلم، كانت كيف؟ بدي احطها محل الاربعه والاربعه محلها، يعني الثمانيه جاي هنا واحد، وهنا عشرة، وهنا تسعة، وايش؟ سبعة، واثناش، بعدين بدي احط الاربعه، بعدين الاثنين، وبعدين الخمستاش. لو اعطاني، لو البروبلم بدت على هذا الانبوت وعملنا الكلام اللي تو قلنا، اللي هو عملنا البارتيشنينج على اساس الاولاني هو الان الثمانية، ايش حييجوا؟ حييجوا اللي قبلها واحد، ليش اثنين؟ بدي احطهم حسب ترتيبهم ما هم طالعين معي هنا،
الأربعة التنين التمانية بعدين مين؟ أنا مش معني الآن إن هدول يكونوا مرتبين، كل اللي معني بيبو إنهم يكونوا أقل من البيفوت والتنين أكبر منه. عشرة بنفس ترتيب ورودهم في الأصل، 15. حلو. الآن هنا إس قديش بتساوي؟ إس 0 1 2 3 4. تمام. طبقي نفس اللي حكينا إنه الإس بتساوي كي ناقص واحد. الآن ها، لأنه صدفت التمانية اللي هي الميدن الحقيقي، لأنها صدفت كانت أول عنصر، وبالتالي لما عملنا البارتيشنينج أجت في الموضع اللي هو الموضع خمسة، اللي هو أربعة ناقص، اللي هو الموضع أربعة اللي هو خمسة ناقص واحد. فهنا صدفت إنه طلع معنا الميديم من أول بارتيشن. أوكي. لو لا زي هنا الميديان الأربعة ما هيش الميديان. كيف نعرفت؟ لأن الرول بتقول لي إنه الميديان هيكون على كي ناقص، هتكون الاس على كي ناقص واحد. الآن الاس على اثنين، فايش بسوي؟ بدي أقرر أخذ هذه المجموعة أو هذه المجموعة وأبحث فيها. أقرر أخذ مين؟ لأنه اس أصغر من، لأنه طلعت اس أصغر من كي ناقص واحد، فبدي أقارن باللي بعد. بدي أقارن باللي بعد، إيش يعني؟ بدي أخذ هدول الآن وادخلهم تاني على الالجوريثم عشان تعمل نفس الشغل، تعيد نفس الشغل عليهم. بس انا لازم ارتبها صح؟ لا بديش ارتب، انا اصلا بدي اتجنب الترتيب من الاصل. اي بدايه؟ اي بدايه؟ البدايه هي الاكزامبل هذا؟ مش مرتبين. الان انا اخذت الاربعه كبيفوت وعملت البارتيشنينج، صفت الأربعة على الموضوع هذا واللي قبلها أقل منها واللي بعدها أكثر منها. إيش الآن سؤالك؟ أيوة مش هيك، أنت هيك رتبت يعني. أنا ما رتبتش، أنا هذا لا، ها أنا آسف، فبدي أرجع أنزلهم بنفس ترتيبهم في هذا اللي هو العشرة، كويس ملاحظتك، والتسعة والسبعة والاثناش والثمانية والخمستاش. تمام؟ الاثنين والواحد اترحل ورا، وهدول فضلوا بعد. أخذت اللي أقل من الرقم اللي بدي إياه حطيته قبلي. بالضبط. مش اللي بدي إياه، مش اللي بدي إياه، البيفوت. أخذت البيفوت وقارنته مع الباقيين، أي واحد أقل منه برجع وراه. الآن مرة أخرى بقول، بما إنه البيفوت هذا أجا في موضع رقم لا يساوي كي ناقص واحد، يبقى مش هو اللي انا بدي اياه. اللي بدي اياه موجود في مين؟ في اللي بعده. فباخذ اللي بعده الان. باخذ اللي بعده، ايش بسوي فيهم؟ نفس الشيء، صار الان عندي الليسته الجديده تبعتي 10 9 7 12 8 15. الان حاخذهم برضه بنفس القصه، انه هذا الان بيصير البيفوت. اجيب اللي قبله اللي اصغر منه قبله. لا والسبعة كمان. تمام. وأعيد العملية مرة أخرى حديث ما يتحقق هذا الشرط. خلينا نطلع عليها بشكل موضح هنا في سلايد. هذا أوضح للشاشة. بدك أول إشي تنتبه إنه الألغوريثم شقين، الشق الأول اللي هو عملية البارتيشنينج، والشق الثاني اللي هو عملية المقارنة الكي ناقص واحد مع الإس. أوكي؟ إذا هذه المقارنة إذا بتساوي خلاص بننهي، إذا لا يتساوى بنطلع هم أكبر ولا أصغر وبنكرر. أوكي؟
فالشق الاولاني اللي هو البارتيشننج، هذا الان بوضح البارتيشننج ايش اللي بيحصل. هاي الليست الاصليه 4 1 10 8 7 12 9. في الايتريشن الاولى انا في عندي بوينتر الاس بيأشر على البدايه، وفي عندي بوينتر اي اللي بده يلف على العناصر. تمام، لما بقف على عنصر في الاي اصغر من البيفوت، الان في عندي انا البي بدها تساوي اللي هو A زيرو اللي هو 4. اذا انا وانا في الاي وانا واقف في الاي وقفت على عنصر اقل من الليش اقل من البيفوت، بدي اجيب الاس يشاور على هذا العنصر. تمام، وطبعا اقدم الاي يكمل يكمل يكمل. الان لما بعد عده اتريشنز الاي وصل لهذا للاثنين، شو راح صار؟ الاس الان بشاور هنا، لما وصلنا للاثنين راح جاب الاثنين وايش سوى؟ بدل ايش؟ بدل الاس زائد واحد اللي هي العشرة محل الاي، صح؟ اجت العشرة هنا محل اثنين والاثنين اجت هنا، صح؟ فهو حيستمر بعد هيك، حيكمل الاي على ال 15، خلص ال 15 اخر واحدة، وصل لاخر واحدة. لما نكون وصل لهنا ايش الوضع اللي عندي؟ البيفوت لسه قاعد مكان، بس ايش عمليا؟ العناصر الصغيرة قاعدة بتترسب للخلف للبداية. ضل اخر اشي بعد ما خلصنا ورسبنا كل ما يمكن ترسيب ورجعنا لورا، الان بدنا ايش نسوي؟ بدنا نجيب البيفوت في مكان الاس، لان الاس هذه هي السيجمنتيشن لوكيشن، هي منطقة الفصل ما بين التو بارتيشنز. البيفوت بده يجي على هذه المنطقة. اجت الاربعة، طبعا اجت الاربعة بانه عملنا سواب ما بين الاثنين والاربعة. تيجي الاربعة وبرجع الاثنين. انا مش معني بانه هدول يبقوا مرتبين، هنا الاثنين جاي قبل والواحد مش معني، وهدول كذلك مش معني انه يبقوا مرتبين. فآلية البارتيشننج هي هيك، انه هاي الالجوريثم، ولا قبل آلية البارتيشننج انه احنا بضلوا هذا مكانه، بنفر على الباقيين، اي واحد اصغر منه بيرجع لورا، برجع لما نخلص نلف عليهم كلهم، بعدك بننقله هو من مكانه الى مكان اخر واحد فيهم في الصغار، وانتهت القصة. الان هذا الاوتبوت تبع مين؟ هذا هو الاوتبوت تبع عملية البارتيشنينج. هذا الان الاوتبوت، لا هو عملية البارتيشنينج انا معني بس بالاس، مش هاي الاس بتشاور هنا، انا معني بهذا الموضع، بطلع على الموضع على الاس نفسها مش على اللي فيها، على الاس نفسها اللي هي الاثنين. هل اسف اللي هي اي نعم هي بس اثنين، يعني الاندكس اثنين. هل الاثنين هذه هل الاس يعني تساوي كي ناقص واحد؟ كي هذا هو الفاليو اللي معطى الى الالجوريثم كانبوت، انه احنا الالجوريثم بدي اياك تطلعي الرانك خمسة، العنصر رقم خمسة، العنصر اللي ترتيبه خمسة في الترتيب، في الترتيب التصاعدي، الخامس في الترتيب التصاعدي. لو قلنا لك كي بيساوي واحد معناته الأول في الترتيب الصاعدي، يعني الأصغر، كي بيساوي إن، واضحة؟ فإذا هذا متحقق، إذا إس متحقق، لا مش متحقق، عندي اثنين وهنا كي ناقص واحد يساوي أربعة، مش متحقق، فبروح بكرر العمليه على مين؟ على الباقيين، باخذهم. اوكي، بس بدك تنتبه عاد الان لشغله اخرى، اللي هي انه انا ال في عندي حاجه اسمها ال للليفت والرايت. الليفت تشير الى اول عنصر في الليستة، والار تشير الى اخر عنصر. ال في البداية بيساوي زيرو، والار بيساوي 8 اللي هو ان ناقص واحد. لما انا اصل لهنا والاقي انه الشرط هذا مش متحقق
واخذ الشق هذا اشتغل عليه في الايتريشن اللي بعد، ال بدها تصير ايش؟ بدها تصير هذا. اوكي؟ الار بده يضل زي ما هو. خلينا نطلع على الالجوريثم. تو الجوريثمز بدنا نطلع، الاولى اللي هي تبعت البارتيشننج لحاله، والثانيه اللي هي بتستدعي الاولى. بتستدعي البارتيشننج. وين راح؟ فوق. هاي والثاني اللي هي الكويك سيلكت. كويك سيلكت بتستدعي اللوموتو. قلبتهم انا هدول، يلا معلش. لوموتو تمام. هذه تبعت البارتيشننج فقط، فهي بدها تاخذ الاري اصب اري defined by its left and right indices LOR. الاوتبوت بدها تعطيني بارتيشن، بدها تعطيني نفس الاري بس بارتيشند، والبوزيشن تبع مين؟ البيفوت اللي هو الاس. الاس هي البوزيشن تبعت البيفوت. فاول شيء بدها تاخذ، خلينا ناخذ العناصر المرسومه من هنا عشان نتبعها. حدا فاكرهم؟ هياتهم الاربعه، الواحد، العشرة، الثمانية، سبعة، 12، تسعة، اثنين، 15. اوكي، فمبدئيا الالجوريثم بدها في عندي فاريبل اللي هو البي اللي هو البيفوت بيساوي العنصر المشار اليه ب ال اللي هو اول واحد، صح؟ وهذا الفاليو بده يبقى ثابت مش حيتغير، حلف عليهم كلهم وهو هو البي بيساوي 4. مظبوط هيك؟ هذه ال، هذه يا بنات مش واحد، هذه ال ال، هاي الواحد. الان اي في عندي ال قبل اس بيشاور على مين؟ على ال. ما هو هذا ال اصلا صح؟ وهذا ار. اس بيساوي ال، الاي بيبدأ من عين ال زائد واحد، هاي الاي، هاي الاي ال زائد واحد صح؟ بدي ياخذ العناصر كلهم بعد البيفوت ويلف عليهم لغاية الار. ايش بده يطلع؟ هل العنصر اللي انا واقف عليه اصغر من البي؟ اذا اصغر ايش بسوي؟ اذا اصغر بيعمل حاجتين، الاولى انه بحرك الاس. هالحين اصغر صح؟ الواحد اصغر من الاربعه. مزبوط؟ بحرك الاس بتصير تشاور على مين؟ على اس زائد واحد، بقدمها خطوه واحد. بعدين بيعمل سواب ما بين الاس والاي. لان هنا ايش عمل سواب ما بين هذا وهذا؟ هم نفس العنصر. فعمليا السواب هذه مش حيتغير اي حاجه. بس قدام كمان شويه الحين لما نيجي نحرك الاثنين بيتغير. اوكي؟ عشان الان هو في البدايه جاي هذا صدفت انه هذا اول عنصر بعد الاربعه. قدام حنشوف انه هذه العمليه سواب اي اس مع اي اي هم نفسهم، الاي والاس نفس العنصر، فاما سواب مش حيغير حاجه. طيب ايش اسوي بعد هيك؟ بدي ارجع على النكست اي، اقدم الاي. الحين هذه برا اللوب صح؟ نيكست اي 10 اقارنها بمين؟ اي اي اقارنها بالبي. لا مش اصغر، بسويش ولا حاجه صح؟ برجع ثاني على نيكست اي تمام؟ برضو مش اصغر، برضو مش اصغر، برضو مش اصغر صح؟ لغايه الاثنين
الان الاثنين هذه الاس لسه قاعده ما تحركتش. الان لغايه اثنين، اثنين اه والله اصغر، يبقى الان ايش بسوي؟ بقدم الاس بس خطوه واحده. وبعمل سواب الان بين العشرة والاثنين. صح؟ الان هذا السواب هي عملية الترسيب اللي انا تو حكيت، بنرسب من الصغار لورا. وبنكمل الاي، الاي الان بتستمر لغاية ار. فور اي بساوي ال زائد واحد عند ار. وصلت لهنا، دخلت، ها، خشت، قارنت، اكبر، ما عملتش ولا حاجة، اطلعنا. لما بنطلع من اللوب بيجي دور السواب هذه اللي هي ايش؟ بدي ال AL ابدله مع AS. وين AS بتشاور هنا؟ وين AL هياتها؟ الاثنين والاربعة. اوكي؟ اجت الان الاربعة ما بين اللي اصغر منها واللي اكبر منها. نعم؟ نعم. فالان هذا الكلام لما اجي في الايتريشن اللي بعد هستدعيها على مين؟ على هذه الان ال L الجديدة بعد ما اقارن. ولاقي انه اس بتساوي 2 وانا ببحث عن اس بتساوي كي ناقص 1 اللي هي يعني 4 وهذا لا يساوي، فبدي اخذ مين؟ بدي اخذ هذولا، بدي اخذ هذولا، هي ال جديده والار زي ما هي. خلي بالك ال هنا اصبح، هنا كانت 0، هنا ايش صارت؟ 1 2 3 0 1 2 3 مظبوط. هدخل نفس الاري كلها بس هقول له ابدا شغلك للبارتيشن، اقول له ابدي من عند ال 3 ال بتساوي 3 لغايه ار اللي هي 8، ار بتساوي 8. اوكي؟ فالالجوريثم اللي هي الكويك سيلكت اللي بتستدعي البارتيشننج ايش بتسوي؟ اول حاجه بتروح تستدعي البارتيشن وبتاخذ منها الاوتبوت تبعها. طبعا كل الشغل على الاري ان بليس، يعني الاري بتضلها هي هي، بتغيروا العناصر اللي جواتها بس ما بننسخش منها على الاري ثاني يعني. ف بتعمل البارتيشننج وبعدين بترجع لي البوينتر اس، باخذ الاس، هل الاس بيساوي كي ناقص واحد؟ اذا نعم خلاص العنصر اللي قاعد على اس، قاعد في اس، هو المطلوب. والا اذا اس اكبر من ال، لازم اخذ ال الان في الاعتبار، ال زائد كي ناقص واحد، ال في البداية زيرو، فأصبح كاني بقول في البداية كاني بقول إذا S أكبر من كي ناقص واحد، إذا S أكبر من كي ناقص واحد بدي أخذ اللي ليش؟ بدي أخذ النص الأولاني، مظبوط؟ إذا S بتساوي 5 وانا بدي 4 يبقى بدي اخذ النص الاولاني، فببدا من عند ال لايش؟ لعند اس ناقص واحد. ماشي، هاي اس، فبدي ابدا من، بدي اخذ هذول الاثنين، هذا اذا اس اكبر، بدي اخذ من ال لاس ناقص واحد، والا بدي اخذ من اس زائد واحد، هذا مش اس زائد واحد لغاية R، وإلا بدي أخذ من S زائد واحد لغاية R. تمام؟ اوكي؟ ولازم برضو كمان أعدل ال K، لأنه ال K يعني في الاخر هنا لما انا اجي اشتغل هنا حيطلع الاس مثلا يساوي 7. افترض ان الاس هذه الثمانية الان حتيجي، هذه كيف الان لما بدي اخذها في الـ في النكست اتريشن حتدخل هذه الاري، صح؟ ايش ناتج البارتيشننج لهذه؟ هي الثمانية هي البيفوت، صح؟ مين اللي اصغر منها؟ بس السبعة، صح؟ حتيجي هي وبعدين التسعة بعدين العشرة بعدين ال 12 بعدين ال 15. اوكي، الان ايش اللي حيطلع الاس؟ تذكري انه احنا بنشتغل على الاري هي هي، يعني ما تنسيش مين
هدول. ايوه يعني هذا 0 هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 هذا 6 هذا 7 هذا 8 صح؟ فاس هنا حتطلع 4. اوكي؟ صح؟ صح؟ فأنا لازم أدخل هذا الاس في الحسبان عشان لما أجي أقارن تظل المقارنة صحيحة. اوكي؟ حكون كي عبارة عن 5 ناقص 1 ناقص ايش الاس اللي قبل اللي هي 2 صح؟ كي ناقص 1 ناقص اس. اس كانت 2 فالان هو بده يقارن العنصر اللي حيطلع معاه في الاخر اللي هو حيطلع 8. 8 جاي على قديش؟ على 4. لا هي لازم المفروض تضلها صح هيك الترتيب. هذول الباقيين 7 8 8 هي البيفوت، هيجي اللي قبلها بس فيش غير السبعة وتيجي هي وبعدين الباقيين. الآن هذا إيش الموضع؟ موضع رقم 4 صح؟ الموضع رقم 4. أوكي. طيب البارتيشن إيش حتطلع لي؟ حتطلع لي S بتساوي 4. S بتساوي 4. وحنقارنه مع مين؟ هنقارنه مع مين؟ مع الاثنين؟ خلينا نتبعها. هذه الاس اول ايتريشن حيكون الفاليو تبعها 2 مظبوط؟ لما نستدعي الايتريشن الجايه حنقول حنعطيها الاري من عند اس زائد 1 اللي هي العنصر هذا لغاية ايش؟ لغاية ايش؟ ار اللي هي 8. وحنقول لها بدي العنصر اللي الرانك تبعه كي ناقص 1 ناقص اس كي 5 ناقص 1 ناقص 2 يعني 2. اوكي هذا البروبلم الان او هذا الشغل الان كيف حيكون شكله؟ حيكون عندي الاري هذه هاي من 3 ل 8 صح؟ وبدي رانك 2 بدي رانك 2 صح؟ طيب رانك 2 الان ايش الاستدعاء الثاني حسوي؟ بعد ما ينعمل البارتيشننج حتبقى 8 اجت هنا على 4 والثلاثه اجت والسبعه اجت هنا. الاس ايش الفاليو تبعها حيكون؟ الاس بتساوي 4 صح؟ صح؟ بعد ما ينعمل بارتيشننج لهذه الصغيره حتكون السبعة اجت هنا والثمانية اجت هنا، هي بالاصل ما كانوش، بالاصل كانت الثمانية في الاول والسبعة بعديها. حتيجي الثمانية هنا والسبعة هنا، لأن هذا اللوكيشن هو عبارة عن ايش؟ أربعة. الآن حنخش نقارن اس اللي هي أربعة اس بتساوي أربعة مع كي ناقص واحد كي دخلت قديش؟ 2 كي ناقص 1 يساوي 1
اوكي كي الثانيه، كي الثانيه مش تبعت الاستدعاء الاول، الاستدعاء الاول كانت 5، الاستدعاء الثاني دخلت 2. اوكي الان يفترض انه احنا الاس هذه، الاس هذه ما تطلعش 4 تطلع 1، يعني بمعنى انه البوينتر هذا يبدا من الزيرو، هاي زيرو وهي 1، فالاس تطلع 1. في هذه الحاله الاس بتساوي كي ناقص 1، فبتقى في العمليه مزبوط، لانه بنكون لقينا الثمانيه على الموضع. ماشي. طيب هنا وين الـ وين الفاريبل سايز في الموضوع؟ كمان احنا بنقول هذه الالجوريثم فاريبل سايز ديكريز، ديكريز تناقص بحجم متباين، باحجام متباينه. واضحه جدا، لانه احنا في الاول كان عندي كل المجموعه، كل الاري، بعدين اخذنا من 8 ل 15، بعدين ربما ناخذ شيء اصغر، ربما ناخذ النص، ربما ناخذ اقل من النص، فما فيش شيء ريشيو ثابت بيتناقص ابو الانبوت. اوكي المثال الثالث. اوكي احنا الان لما هنا في السيلكت هذه البروبلم او في السيرش، لما بدنا نعمل باينري سيرش بروبلم، لو بدنا نعمل باينري سيرش بيكون في عندي انا الاري مرتبه، الاري مرتبه وعندي فاليو في، الفي هذا بدي ابحث عنه في الاري، فبروح على منتصف الاري بقارن اذا هو هيته هو وانتهينا، اذا الفاليو اللي معايا اكبر من الفاليو اللي في نص الاري برجع لورا ببحث في النص الاولاني، النص الاولاني يعني ان على 2، والا اذا الفاليو اللي معايا اكبر من هذا بروح بدور في النص الثاني، وفي كل مره بعمل هيك. هذا ديكريز باي هاف، هذا ديكريز باي هاف. طيب انا ليش دائما اعمل ديكريز باي هاف؟ طب ليش انا ما اطلع على الفاليو اللي معايا؟ بما انه الاري مرتبه لربما انه لو طلعت على قيمته لربما يكون انا اقدر اروح، لو رحت على اخر الاري الاقيه هناك اسرع، او اذا هو قيمته صغيره لو انا رحت على او بدايه الاري الاقيه هناك بشكل اسرع، يعني زي ما احنا بندور في القاموس، لو انا بدور على كلمه بتبدا بحرف البي بمسكش القاموس من نصه ولا من اخره، بمسكه من البدايه لانه البي في بدايه الابجديه، ولو بدور على كلمة بتبدأ بحرف مثلا الاس او الكيو باخذ القاموس من اخره، صح؟ فهذا ممكن يكون ان انا اروح على الموضع في الاري اللي اقرب للفاليو اللي معايا ممكن يكون اسرع. هذا الانتربوليشن سيرش بيعتمد على الفكرة هذه، انه احنا عندي لو انا بدي اطلع، لو انا عندي الاري هياتها وهدول ايش الانديسيز 1 2 3 4 5 6 7، في فاليو اخر قول مثلا 15 8، لان لو انا بدي اعمل رسم بياني ما بين الاندكس وما بين الفاليو، يعني على الاكس اكسس بدي احط الاندكس هي 0 هي 1 هي 2 لغايه ايش 8، وعلى الواي بدي احط الفاليو المخزن يعني 0 فيها 2، الواحد فيها 1، الاثنين فيها 4. اوكي خلينا نرتبهم في الاول، لازم يكونوا مرتبين في الاول، 1 2 4 7 8 بعدين 9 بعدين 12 بعد 10 بعدين 12 بعدين 15، فالزيرو عليها 1 والاثنين الزيرو عليها 1 والواحد عليها 2، فبما انهم مرتبين فهيبقى هذا ايش تصاعدي، مش ضروره ستريت لاين، المهم تصاعدي، ماشي الحال. فانا بدي اعتمد على هذا الاساس انه والله اذا انا بدور على فاليو والفاليو هذا قريب من اول عنصر في الاري يبقى بروح ادور في المجموعه هذه، اوكي بعيد بروح بدور في الاخر حسب قيمته. فهذا الفورميلا
بتعطيني مؤشر random access على طول مباشر على من وين أبدأ. مش حبدأ من النص زي في الباينري سيرش، مش حبدأ في النص، حبدأ من موضع حسب ما بتأشر لي. هذه هذه عبارة عن إيش؟ V ناقص AL، هاي V وهاي AL، هذه المسافة هي V ناقص AL، تمام؟ R ناقص L، هاي R وهاي L، هاي R ناقص L، أوكي؟ فهذا ضرب هذا على إيش؟ AR، هاي AR ناقص AL على هذا. هذا الريشيو بيعطيني قديش بالضبط ممكن أبتعد عن L، L اللي هو الإندكس تبع أول عنصر، قديش أقفز وين أروح بالضبط. هذا الريشيو بيعتمد على الفاليو اللي معي، إذا الفاليو تبعي كبير حيبقى الريشيو كبير فحتبقى قفزة بعيدة، إذا الفاليو صغير حي إيش؟ تبقى قفزة قريبة. هروح على العنصر اللي بالضبط، الإكس هنا عبارة عن الإندكس، هروح على عنصر معي أروح أقارن، إذا العنصر هذا هو اللي أنا بدور عليه كان بها ما كانش فبروح إيه؟ بأخذ اللي بعده أو اللي قبله حسب، ولما أخذ اللي بعده أو اللي قبله بعيد نفس الإيش؟ نفس الحسبة هذه، فهنا بصير في عندي أنا قفزة أسرع لأنه أنا قدرت المكان اللي بدي أروح عليه بناء على الفاليو اللي معي. هذا طبعا على أساس أنه الأري مرتبة سورتد بالضبط. وفي الايتريشن الثاني تبقى قفزه صغيره ودوالي. اوكي اخر شيء اللي هو البروبلم الاخير الباينري سيرش حنسيبه للمحاضره الجايه الباينري سيرش، وبعد هيك في عندنا النيم بروبلم النيم جيم في عليها مساله في الاكسرسايزز رقم 10. اوكي رقم 10 في ايش؟ في سكشن اللي هو 4.5. هذا بتحلوه كهوم ورك للسبت الجاي ان شاء الله، تمام؟ مطلوب منك تقري السكشن او الكلمتين اللي في الكتاب عن هذه الجيم وتفهميها وتحل المساله على هذا الاساس. عباره عن مثال اخر للفاريبل سايز ديكريز. اما هذا اللي هو الباينري سيرش فانا بحكيه في المحاضره الكلمتين على السريع المحاضره الجايه ان شاء الله. يعطيكم العافيه.